ورجعنا مع بعض من الفاصل، وانا سبتكم في اخر خطوة عملتها. كنت بعمل ايه؟ عملنا السمك الفيليه بالجمبري، دقينا السمك بهدوء زي ما اتفقنا مش هندق جامد عليه، وجبنا الجمبري حطينا فيه خلة السنان عشان نخليه مستقيم ومنخلوش يلف، ولفينا السمك الفيليه بعد ما تبناه بملح وكمون وبهارات السمك، لفيناه مع بعض وحطينا له خلة سنان عشان نضمن ان هو ما يفكش. حطيت السمك في دقيق وبقسماط وبيض، يعني كاني بعمله بانيه بالظبط. حطيته في شويه زيت، حمرته كويس، حمرته خليته خد لون كده لون ذهبي. وعملنا الصوص بتاعنا اللي هو سهل جدا، عباره عن ثوم مع بهارات السمك. اول ما لونه اصفر نزلت بمعلقتين المستردة الكبار اللي في المقادير. اول ما المستردة اتلفت مع الثوم، كان عندي شويه جمبري صغيرين فايضين قطعتهم صغير حطيتهم معاهم عشان يخلوا الصوص طعمه حلو. وكمان عملنا ايه؟ اول ما المستردة لفت كده مع الثوم ضفت كميه الكريمه اللي هي تعتبر كوبايه كبيره كريمه، سبتها تغلي ونزلت بالسمك بتاعي فيها وسبتها تغلي غلوه. انا بس حبيت اوريكم الخطوه دي، هنسيبها تغلي غلوه كده معانا. مفروض ان السمك بينزل في الصوص ده يشرب الصوص وياخد نفس الطعم بتاعه، فهغليها غلوه واحده بس. ومعايا الوصفه الثانيه، خلينا نبص على مقاديرها. معايا كوبايتين رز بسمتي، ممكن رز مصري، معانا بسله وبقدونس وبصل، ومعانا مكسرات. هنفتح على الحله بتاعتنا تسخن، وكالعاده ننزل بشويه زيت صغيرين ونطفي على السمك عشان مش عايزاه يغلي قوي، وهنضيف له شويه زبده او معلقه زبده، معلقه زبده صغيره، طيب احنا السمك بتاعنا ممكن جدا نرصه بقى وزنقه كده في طبق التقديم بتاعنا. طعم الكريمه مع المستردة هيعجبكم جدا جدا، بيخلي طعم السمك تحفه. بس بنحط طبعا الصوص كده، خدتوا بالكم بقى ان انا ايه يعني شويه الجمبري اللي فاضوا قلت احطهم في الصوص. مش عايزه ايه اسيب اي حاجه من الصوص خساره، طعمه حلو جدا. طيب هننزل هنا بالبصل، سيبه يتلف كده في الزبده، تمام. انا هنا بس ايه هضيف شويه بقدونس كده صغيرين، خلي شكل الطبق حلو. بيقولوا العين بتاكل قبل اي حاجه، فلازم الشكل يبقى ايه جميل. خليه جنبي هنا كده قبل ما نخلص الرز. طيب دي البسله بتاعتنا، طبعا كلنا بنستخدم البسله الفروزن، وممكن المجمده وممكن جدا الطازه زي ما انت عايزه، بس الفرق طبعا ان دي ما بتاخدش وقت خالص. هنقلب كده المقادير مع بعض. يبقى اتفقنا في الحلقه بتاعتنا ان احنا لما نروح السوبر ماركت عايزين نعمل ايه؟ نبقى منظمين، عارفه ايه الحاجات اللي هشتريها بالشهر والحاجات اللي هشتريها بالاسبوع. اكيد الحاجات اللي هشتريها بالشهر هي هتكون ايه؟ هتكون الحاجات اللي زي الرز والمكرونه، الزيت، السمنه، الحاجات اللي ممكن استخدمها طول الوقت. والاسبوع طبعا معروفه الخضار. طيب انا انظم بقى، اعمل مثلا يومين فراخ، يومين سمك، ويوم ناكل فيه اكل نباتي، مش لازم يكون فيه ولا سمك ولا فراخ ولا لحمه، ده أفيد لجسمنا بكتير. احنا لفينا البصل مع البسلة، طبعا بما اننا بنعمل رز مش هنحط خالص فلفل اسود مع البصل، احنا بس هنلفهم كده
هننزل بالرز معاها. نلفهم كلهم مع بعض بقى كده. عندنا طبعا المقدار بتاع الشوربه، بس عايزه ادي فرصه للرز يتلف كده فيشرب الزبده وياخد طعم البصل والبسله. ممكن جدا لو عايزاه يبقى اصفر ممكن تضيفي له كركم، انا دايما بفضل اضيف كركم بصراحه لكل الوصفات. نقلب الرز كويس، هنحط له الملح عشان انا حاطه مرقه في الشوربه هنا، حط معلقه صغيره قوي. طيب وعاير كده قدامكم مقدار الرز، احنا حطينا واحدة رز هنحط قدامها اتنين مية. تمام، ممكن بس عايزة ادوق الملح بتاع الرز كده اشوف تمام ولا لا. طيب انا بس هحط ايه نقطة دي تبقى ايه في المقدار، يعني نص معلقة مثلا، نص معلقة علشان معانا البسلة، بس مش عايزين ننسى البسلة عشان ما تزعلش مننا. طيب احنا كده الوصفة بتاعت الرز بتاعتنا، حطينا بصل حطينا عليه البسلة وقلبناها، وبعد ما سيبناهم شوية مع بعض ضفنا لهم الرز وضفنا المقدار الرز كوبايتين، يعني كوباية الرز البسمتي بتاخد كوبايتين مية سخنين. الرز بتاعنا هيستوي وهقدمه لكم حالا بعد ما وصفاتنا خلصت. وخلصت حلقتنا ومعاها وصفتنا النهاردة. وصفاتنا كانت من المطبخ الأسباني. عملنا ايه مع بعض النهاردة؟ عملنا سمك فيليه بالجمبري وصوص الكريمة بالمستردة، وكمان عملنا رز بسمتي بالبسلة. أتمنى أن الوصفات تكون عجبتكم. تابعونا على صفحة قناة ست البيت، هتلاقوا كل الوصفات وهتلاقوا كل الحلقات. قولوا لنا رأيكم، قولوا لي كل الحاجات اللي نفسكم نعملها مع بعض، وإن شاء الله الحاجات كلها تعجبكم. وأشوفكم إن شاء الله على خير الحلقة الجاية، ومع سنجاري الأكل أكيد هيبقى ليه طعم تاني.